زي ما احنا شايفين هي نزلت يعني مش باينه، فانا ممكن اجي هنا في اديتور، خلي بالنا الحركه دي ممكن تتقل شويه الفيو بورت، ف لو حسيت بتقل رجعها تاني للديفولت. انا هقول له مثلا 2048 علشان الى حد ما اشوف بس الباترن بتاع التكتشر. لو نفتكر كانت التكتشر دي 230 سنتي وانا عندي ده 600 سنتي، تمام، فمحتاجين ان احنا نصغر التكتشر دي. فهروح التكتشر، اولا انا مش عايزها كده، انا ممكن اخليها كيوبيك، تمام، وتبقى بالمنظر ده. بس بما اني عامل يعني انا كده كده حاططها على فلور، يعني احنا لو رحنا الديسبلاي يعني انا كده كده حاططها على فلور، ممكن اخليها كيوبيك على فكرة، وهتديني باترن مش بطال. وتعالوا كده نجرب، لو انا خليت دي بدل ما هي كيوبيك خليتها فلات، يعني هتطبع يعني تنزل كده على البلان. فانا هروح كده و شيفت واخدها 90 افتكر افضل، ونروح للاكسس. خلي بالك السكيل ده 100%، 100% يعني مع 600 سنتي لو خدنا كده، تمام، افتكر 50 50، ايوه يعني 50%. ما افتكر احنا كده قرب المقاس الصح للماتيريال. طيب الاول انا كده خلاص ظبطتها، عايز تشتغل كيوبيك جرب تشتغل كيوبيك، لكن انا كده شايف ان هي احسن. تعالوا كده نشتغل اللايتنج الاول، معلش انا كان المفروض ارتب، المفروض اشتغل اللايتنج الاول وبعد كده اشتغل الماتيريال. بصراحة معظم الناس اشتكوا ان الاجهزة عندهم الى حد ما فيها بطء، فانا المفروض ان انا هشتغل دي بالجي اي، بس انا هوريكم شوية طرق ازاي نتحايل على موضوع الجي اي، هتنفع في حاجات لكن في حاجات تانية اعذروني لازم اشتغل بالجي اي، لكن في الوركشوب دي انا هشتغل من غير الجي اي، بس ب ب بفيك جي اي. هقول لكم يعني ايه فيك جي اي. الاول تعالوا نشيل الماتيريال، مش هشيلها يعني، انا هخليها زي ما هي بس ولا كاننا شايفينها، وعايز احط ماتيريال على السين كلها، بحيث ان انا لما احط الاضاءه واعمل ريندر ابقى شايف اضاءه مظبوطه. دبل كليك وهنسمي دي اوفر رايت، مش شرط تسميها نفس الاسم لكن زي ما انت عايز. هخلي الكالر يعني الى حد ما 40% جراي او 30% جراي، ماشي. وهنروح هنا وعندي حاجه اسمها ماتيريال اوفر رايت، هكليك ماتيريال اوفر رايت وهقول له خد الماتيريال دي. بالمنظر ده انا لو جيت عملت ريندر هو هيشيل كل الماتيريالات وهيسيب لي دي، وانا عايز دي عشان احكم على الاضاءه. كنترول اس. الاول تعالوا نعمل الفيك جي اي وبعد كده نحط اللايتس بتاعي. الفيك جي اي ده هنعمله ازاي؟ هنعمله ان احنا هنحط سبوت لايت. الله ينور سبوت لايت. انا هرفع السبوت لايت، ايوه بدات اي حاجه تيجي من العدم اهي سبوت لايت، و هاخد السبوت لايت ده لبره كده، تمام، خلي مثلا التارجت بتاعه هنا، انا بقى نظبطه بعدين. بس السبوت لايت ده انا هحطه على سفير، وكبر بقى حجم السفير دي عشان ياخد لك السين كلها. بس السفير دي انا عايزها هيمي سفير، تمام.
الهيمسفير دي انا هزود عدد السيجمنتس او يعني هخليه مثلا بتاع 36، وهخلي السبوت لايتس او اللايتس دي تتكرر على السفير. فهروح لمكراف كلونر وهحط اللايتس جوه الكلونر، وفي الكلونر هقول له كررها لي على اوبجكت وخد لي السفير. زي ما احنا شايفين كلها متكرره بره السفير دي. حاجه. الحاجه التانيه ان انا مش اولا انا مش عايز السفير دي تبقى ظاهره قدامي، ثانيا انا عايز السفير دي موجوده ولا كانها موجوده. يعني ايه؟ يعني يا دوب هي موجوده علشان الكلونر يكرر عليها، لكن لما اعمل اضاءه انا مش عايز السفير دي تتاثر بالاضاءه، ولا عايز السفير دي ترمي شادو، ولا عايز لو في ريفليكشن الريفليكشن ما يشوفهاش، ولو في ترانسبيرنسي الترانسبيرنسي ما تشوفهاش، ولو في جاي من الاخر انا مش عايزها كانها موجوده خالص. فانا هاجي على السفير دي ورايت كليك سينما فور دي تاجز، وفي تاج اسمه كومبوزيتنج تاج. الكومبوزيتنج تاج ده هقول له هنا كاست شادو، انا مش عايزه ترمي شادو، ريسيف شادو ولا تستقبل شادو، سين باي كاميرا ما تتشافش بالكاميرا، سين باي ريز ما تتشافش بالريز. معنى انها ما تتشافش بالريز هو اوتوماتيك قفل ريفليكشن ريفراكشن ولا ترانسبيرنسي، تمام، ولا جي اي. من الاخر السفير دي موجوده كده، موجوده ولا كانها موجوده. هقول له سين باي ريز بس مش عايز كل الكلام ده. اذا هي موجوده بس عشان الكلونر يكرر عليها. فانا هاخد الكلونر وعايز الف دول كلهم يلفوا الناحيه الثانيه اللي يبصوا على جوه. فافتكر ممكن دي تبقى 180 سالب 180، هي مش هتفرق. بس لو رحنا للكلونر اوبجكت هنلاقيهم مكررين عشوائي، يعني مرميه كده على السفير. لا، انا عايز اقول له هنا ديستريبيوشن، يعني تكررهم لي مش على السيرفس، كررهم لي مثلا على، ممكن اقول له على الفيرتكس كل بوينت هيبقى عليها سفير، بس كده يبقى كتير قوي. احلى حاجه اقول له كررهم لي على البوليجون سنتر، في نص كل فيس هيحط واحد، تمام، بوليجون سنتر، تمام كده الدنيا 100 100. السفير دي انا المفروض ارفعها فوق شويه، تمام، كله كده بيرمي على ده. بس طبعا بالشكل ده كده الدنيا هتبقى صعبه قوي، فانا هشيل الكلونر دلوقتي وهاجي على ده على اللايت، هروح لديتيلز وهقول له ان ده يبقى لينير. لينير يبقى انا عندي ده المدى وعندي ده المدى القوي، يعني هو قوي قوي هنا مثلا، وهيبقى واخد، طبعا هو احنا هنعمله قوي واسع شويه عشان يبقى ياخد واخد السين ككل، وفي نفس الوقت ده يبقى ممدود للاخر، يبقى مغطي الدنيا بتاعتي. طبعا كل ده لما اجي اعمل كده هلاقيه بالشكل ده. النقطه الثانيه والاهم ان التارجت ده انا عايزه دايما يبص للتكست، فرايت كليك سينما فور دي تاج وهحط تارجت وهقول له التارجت بتاعك مين، اي واحده، تكست انر، تكست اوتر، وات ايفر، هقول له دي كده. لو انا قفلت الكلونر وفتحت الكلونر تاني كله هيبص لده. لو خدت الهيمسفير دي ورحت ساحبها لتحت، تمام بالمنظر ده كده، افتكر هو كله باصص، باصص هو كله باصص. جميل. اللايت ده انا مش عاوزه يبان في السين بالمنظر ده كده زي شبكه العنكبوت، فانا هضغط هنا كده عشان ما يبقاش الكلونر باين، بس الافكت بتاعه موجود. لو جيت اعمل ريندر هلاقي دي ظهر، ما طبيعي ده منظر طبيعي. فانا هروح لللايت ده جنرال، في الانتنسيتي هقول له ده مثلا باتنين، ريندر بقى بالمنظر ده. انا عايز السفير دي اكبر الفيديوز ده،
تكبره قوي. رندر تاني تمام. ده بقى راجع لإيه؟ ده راجع لإيه؟ افتكر خلي ده 10 بس السوفت ايدج دي افتكر السوفت ايدج دي من الاوتر انجل مظبوط، هي من الاوتر انجل. و ده يبقى 20 كده. بقى عندنا جي اي، عندنا فيك جي اي تمام. عمل ريندر تن تن تن. لو رحنا هنا وحطينا امبيانت اوكلوجن عشان نشوف بس الدنيا ظروفها ايه. عملنا ريندر، الله ينور كده. بقى عندنا جي اي والناس اللي اجهزتها تقيله اي خدمة. حاجة جميلة كمان السفير دي، لو انت زودت العدد ده هتزود عدد اللايتس. يعني لو انا مثلا خليت دول 60 كده الجي اي هيزيد، لان انا بقى عندي 60 لايت. بس عشان عشان يقبضت كلونر، عشان يقبضت اقفل وافتح الكلونر تاني عشان ياخد عدد الفيرتسز الجديد ده. لو ما خدهاش كليك فعلا ما كانش خد المرة دي كده. بقى عندنا جي اي خليك 10 دين 15 افتكر كده الدنيا زي الفل تمام. نشيل الامبت اوكلوجن دلوقتي ونشيل الاوفر رايد ماتيريال عشان نكمل شغل. لو كده عملنا ريندر رخمة شوية بس هتظبط. نيجي بقى للكلر ونعمله ambient color. تمام بالمنظر ده كده. طبعا هو كان ابيض قوي فهو كان عامل الوش اللي كان معمول من شويه ده. كده الجي اي بتاعنا خلاص. اللي انا عايزه دلوقتي بقى اعمل المين لايتس. المين لايتس هروح اخد اريا لايت، هحط الاريا لايت ده كده تمام بالشكل ده، وهرجعه ورا الكاميرا. انا عايز مصدر الاضاءه يبقى جاي من ورا الكاميرا، تحس ان السين كبيره كده مثلا. وكالعاده هروح لديتيلز، مش عايزه ريكتانجل بصراحة، عايزه ديسك هيبقى اظرف. وفي الفولوف هقول له برضو لينير، وهخليه ياخد لحد هنا، مش عايز الحز بتاع دي يظهر. والصوت تمام.
ده كده هسميه او هاخد ده التارجت ده وانقله برضه كالعادة عشان يبقى شايفه، وهاخد ده هنا كده تمام، واللايت ده اورنج كلر، و يعني يبقى خفيف شوية، ويرمي سوفت شادو. تمام، لو جينا نبص على الريندر سريع كده، افتكر دي هرجعها 24، افتكر 24 عدد كفاية اوي. تمام، وناخد كمان لايت، السفير دي برضو نفس الحكاية، عايز اشيلها خالص. هناخد كمان لايت كنترول ونسحب. تمام، ده هيروح للبلو كاست، وهنزود البلو بتاعه. جميل. احنا عايزين ندي كبر للوجو بتاعنا على الارض. تعرفين ده هيجي منين؟ هيجي من الماتيريال. هنسلكت الاتنين دول، ولو انت صغرت دي يعني بينت الارض صغيرة، هتبين الاكس كبيرة. لو احنا خدنا دي كده كده، انت بينت الاكس حجمها كبير وبعيدة، بعيدة عن الارض. احنا صغرنا حجم الارض. تمام، ده كده نقطة مهمة كمان، عايز اروح في الريندر سيتنجز اوتبوت، عايز اظبطها على 960 في 540، ويمكن بحب انا المقاس ده لان هو هاف اتش دي، يعني هاف اتش دي بجد، مش هياخد وقت في الريندرنج، وهيطلع ريزلت كويس. نكمل بقى شغل دلوقتي. احنا عملنا اللايتس، ما افتكرش ان احتاج لايتس تانية اكتر من كده. ممكن لو احتاجت واحد، لا ممكن اخد اولا اللايت ده هسميه بلو رايت، و واللايت ده اورنج ليفت. ده هسميه باك لايت. باك لايت ده انا هاخده، تمام، وارجعه ورا خالص، واخليه ياخد السين كلها كده، ويبقى جامد قوي عند حرف اكس، يبقى قريب شوية من الجراوند. الشكل ده هيبان في الريفليكشن، عشان كده بكبره. عاوز اديله تنت بلو اكتر، ما هي دي يمكن ده اللون اللي غالب اللي انا عايزه يبقى باين على السين، وهنزوده سنة لان هو هيبقى بعيد شوية عن السين. افتكر انا مش هعمل اكتر من كده، اللهم الا بس الاورنج ده ممكن ابعده شوية وخليه ورفت المساحة دي. تمام،
ما افتكرش ان انا هعمل حاجه تانية اكتر من كده. كنترول اس وازود. تمام. وهقول له رينج كده كده. تمام. نشتغل في التيكت شارب بتاع دي. افتكر ان كل دول رامين سوفت شادو ماب، بس الاحسن ان انا اخليها اريا شادو ماب. فعلا احسن بكتير جدا. نيجي جراوند ده الكالر ريفلكتنس، طبعا ده الديفولت سبيكلر. هقول له بالسلامه وهقول اد ل جي جي اكس روفنس. هي بقى الماتريالات دي اللي هي الار دي الار تي دي نازل معاها الباصز بتاعتها، يعني نازل الكالر ماب والروفنس ماب والريفلكتنس ماب وكل والنورمال والبامب، كل الكلام ده نازل. فهنقول هنحط كل واحده فين. في الروفنس هفتح روفنس واروح للتكتشر وهاجي هنا هلاقيه بيقول لي فين الروفنس. اهي تكليك اوبن نو. طبعا ما ننساش تحت في فرنل اقول له بس باي الكتريك، سيبه حتى زي ما هي. كده احنا خدنا الروفنس، زود الروفنس سنه لان ده سويل طرم. تمام. عندنا ريفليكشن سترينجز، افتح ريفليكشن سترينجز وناخد دي. هنلاقي معاه حاجتين بقى، فينا حاجه اسمها هاي جلوس وفينا حاجه اسمها جلوس. الهاي جلوس دي في السبيكلر، الجلوس دي في ريفليكشن. خد الجلوس وميل اوكي. دي ريفليكشن سترينجز. في السبيكلر سترينجز افتحها وخد الهاي جلوس اوكي. ارفع بقى السبيكلر سترينجز ب 100 عشان يبقى باين. دي كده كده مرفوعه و دي بقى تقل تزيد على حسب الفاينل اللي انت عايزه. لو جينا نعمل ريندر دلوقتي ما افتكرش ان احنا هنشوف فرق جامد قوي، لسبب اولا انا ما عنديش حاجه تعمل ريفليكشن مبدئيا، يعني انا ما عنديش اي حاجه تعمل ريفليكشن خلاص. ده اول حاجه. فعشان احط حاجه تعمل ريفليكشن واشوف شكل هروح من هنا واحط سكاي. تمام. السكاي دي عايزه خامه هيدر. جميل. دبل كليك ونسمي دي اتش دي ار اي ودبل كليك عليها. نشيل ريفليكتنس ونشيل كولر وناخد لومينانس ونكليك هنا تو ديتكتشرز ايز. مش عارف اخد اني واحده من هنا، تاخد وقت جامد على مش عارف دي هتبقى ظروفها ايه. طب والله حلوة يعني ظريفة بصراحة، هسيبها واقوم رايح راميها على السكاي. طبعا انا مش عايز دي تبان في الكاميرا، فهعمل رايت كليك سينما فور دي تاج كومبوزنج تاج اقول له سين باي كاميرا. لا لو جينا نعمل ريندر طبعا يعني محدش احنا كده ما بنشتغلش جي اي، اللي احنا عملناه ده فيك جي اي. الجي اي مش هياخد دي. تمام. يعني ما افتكرش اللي احنا عاملينه هياخد دي بس انا حاططها عشان لما اعمل ريفليكشنز هنا دي تبان. تمام. فنخلي بالنا من حاجه، بما اني حاططها للريفليكشن مش حاططها لحاجه تانية، دبل كليك وفوقها حط فلتر، وفي الفلتر كانك في فوتوشوب قلل الساتوريشن ده عشان الريفليكشن انا مش عايزه ملون. تمام. كنترول اس. نكمل بقيه التكتشر. خلصنا من الكلر. في الديفيوجن هحطها في الاخر. ريفليكتنس دي خلاص على فكره ما عادش فينا اي حاجه، يمكن في الفرنيل لو جربت اربعه
ورحت رفعت الرفنة دي على الآخر، افتكر انا اخد شكل اظرف يعني. نيجي للبامب، هكليك البامب تكتشر، احنا عايزين البامب بامب 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 اهي. نو، في البامب دي هتعلى، رايت كليك كده وافتح اوبن ويندو عشان نبقى شايفين البامب عامل ازاي. كمان علي، مش عايز اقول ان احنا هنعلي فوق المية، تمام. ولو جينا عملنا ريندر بعد كده خلصنا من البامب، نيجي للنورمال. النورمال بيبقى شبه البامب، بس الـ هو بيترجم البيكسلز بتاعه الصوره نفسها لفيكتورز. مش عايز اخش في الموضوع ده، بس هنروح للنورمال. هي برضو جايه معاها النورمال بتاعتها اهي زي ما انتم شايفين. ومقال اوبن نو، دي بقى هنشوف شغل النورمال دي، هنشوف لو جينا عملنا كده بدأ يبان حاجات. لو جينا عملنا ريندر اهي، بدأت الدنيا تبان وتظهر. عندي بعد كده بقى اهمهم، بس دي هي تقل الدنيا، فانا للاسف هطلع الفاينل في الاخر من غيرها، بس انا هوريها لكم، اللي هي الديسبليسمنت. لو رحنا للديسبليسمنت هناخد الديبث ماب، هقول له نو. وبدل قبل اي حاجه، لو جيت اعمل اصلا دلوقتي، بس لو اقول له على سب بوليجون ديسبليسمنت، هو طبعا ده مش الطبيعي اللي انا المفروض الاقيها بيه، تمام. فده اقول لكم يمكن راجع لايه، ده راجع لاننا عملنا سكيل للتكتشر. لو انا رجعت السكيل بتاعها ل 100% ريندر، هلاقي الوضع مختلف تماما عن ما كنت شغال. دبل كليك، ممكن تقوله هنا انتنستي بس مش انتنستي سنتر، عشان ما يسحبش التكتشر كلها للسنتر بوينت. ممكن تقوله هنا بقى على سب بوليجون ديسبليسمنت،
وممكن نعلي الانتنس دي نخليها 15. افتكر شفتوا الدنيا تبقى ماشية ازاي والتفاصيل بقت منظرها عامل ازاي، وكأننا فعلا حاطين دي بس اظن سمعت صوت البروسيسور، علشان كده انا كان نفسي اطلع بيها الفاينل، بس للأسف.